أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة هيا بنا نلعب ماينكرافت باللغة العربية الفصحى. معكم مدرس القواعد الجديد. سوف أبتدئ هذه الحلقة بتهنئتكم باليوم العالمي للغة العربية، وهو الموافق 2013. كل عام ولغتنا الأم بألف خير. السلام عليكم وبركاته، معكم سكيت من الأرض مستشارة. اليوم جايبين لكم ماينكرافت مع أهم تفكير. شيكوا على قناته، لاقونها في الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم القرآن وجاب جديد. واليوم مين معانا؟ اكس جيمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ياسر أو إيبلكس جيمر. يا ياسر جلت مقطعين وما طلع صوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ إن شاء الله بخير. جايب لكم اليوم لعبة ماينكرافت. لعبة ماينكرافت لكم بعد تمثال مسويان موت مثال شخصية كرتونية مسويها لكم. ايش اسم امك؟ بس نريد من قصدي نبي منكم في واحد بس كومنت قول لي ايش تبي فيه. تكفى يا لد. جهاز بلاك بيري، اجهزة اسويها لك، اي شيء بغيت اسويها لك يا لد. بس انت ما عليك الا تكتب اللي بغيته وترسل. سويت لكم هذا. الله يلعن ذا الوجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وش اخباركم شباب؟ معكم صالح او مستر زاحف. معكم صالح او مستر زاحف. زاحف 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 زاحف. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مقبود جيمر، حلقة جديدة من سلسلة ماينكرافت. اخيرا هاي نزلت حلقة، اخيرا نزلت حلقة. سحبت على القناة عشان كلاش كلانز حقي انخرب. أقول لكم قريتي ذيك راحت. لا يا زمن، لا يا زمن. السلام الله وبركاته، معكم مجود. اليوم فاقل لكم مقطع جديد ماينكرافت الحلقة الخامسة. هذه السلسلة راح نبنى فيها السقف. هذه السلسلة راح نبنى فيها السقف. دقيقة سوف أغير حفاظتي وأرجع إليكم.